تديرين بخير، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله في التحضيرات الرمضانيه غنقدم لكم خبيزات بالشعير صحيين 100%. كنعرفوا المنافع ديال الشعير، شي حاجه ممتازه في هذا الشهر الكريم. ندوزو المقادير. عندنا جوج زلايف ديال دقيق الشعير، عبرت الزلافه هذه ديال اللي كتشربوا فيها الحريره. عندي زلافه ديال الدقيق الكامل، عندي زلافه ديال الفينو، زلافه ديال الفورس، حيت ما يمكنش نعجن دقيق الشعير بوحدو لان ما فيهش الكلوتين، ما كيطلقش داك الخيط هذاك بحال الاستيك كما كنقولوا ليه حنا بالدارجه ديالنا. وعندي زلافه ديال البلبوله الرقيقه، هذه نفزقها من قبل باش ترطاب شويه ما تبقاش قاصحه. عندي ملح حسب الذوق، عندي حبوب ديال الكمون البلدي، عندي الزيت البلديه تقريبا الحبوب ديال شي معلقه كبيره، الزيت البلديه جوج معالق كبار، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ومعلقه ديال العسل، وبالطبع الماء دافي باش نخلط العجين ديالي. بسم الله. كناخذ دقيق الشعير، كناخذ الدقيق الكامل، كلشي زلافه زلافه الا دقيق الشعير جوج زلاف، زلافه ديال الفينو، عندي زلافه ديال الفورس، عندي تقريبا ملعقه ديال الكمون بلدي كيجي معاه رائع، حكو شويه بالكف، ملح على حسب الذوق، معلقة ديال زيت الزيتون، عندي شويه ما كبيرهش، نزيد ملعقه اخرى، معلقه ديال العسل هادي عبرتها، باش يعطينا داك الحموره للعسل الخبيزات ديالنا. غنخلطو بيه يكون دافي، شويه العجينه تكون مرقوفه ما نقصحوهاش باش يجيو رطيبين. ما تسيبوش يدلك بزاف بحال الدقيق العادي، تيكون حرش. العجينة ديالي كتجي على هاد الشكل هذا، كتكون مرخوفة شوية، كتلصق شوية كتلصق شوية في اليد، المهم تنقطعو كريسات صغار، أنا عندي خبيزات صغيورين. غنقرص البلبولة،
بهذا الشكل هذا. بغيتهم كبار صغار على حسب الرغبه. نحاول بالبوله ما ندخلوهاش بزاف لداخل العجين لداخل. ممكن نستمر على هذا الشكل هذا حتى ننهي الكميه اللي عندي ونرجع معكم البنات. بعد ما قرصتهم على هذا الشكل هذا غادي نديرهم شويه نقرصهم شويه ونستمر على العملية هذه كنخليهم يخمروا ان شاء الله نرجع معكم ثاني. غناخذ واحد الشفاص حلاقة تكون جديدة وان شاء الله غندير بها التزيين على هذا الشكل ومن حسب الشكل اللي بغيتو. يكون الفران مسخن من قبل من الفوق ولتحت. صافي نكمل على هذا الشكل هذا وندخلها للفران ونتلاقى معكم ان شاء الله من يوجدوا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا بالماء طاب، يجي على هذا الشكل هذا رطب. نقسمو معاكم راه باقي سخون شويه، يجي على هاد الشكل هذا. يجي رطب ما قاصحش، احسن من اللي كيتباع على برا كتعرف راسك اش كتاكل. ونسمة زيت الزيتون والكمون رائعة فيه، كنتمنى تجربوه في هاد رمضان شي حاجة صحية. كترافقوه يا إما بزيت الزيتون أو زبدة بلدية. كنتمنى يروح الاعجاب ديالكم ورمضان مبارك كريم، ونتمنىكم تشاركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.